السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها تكرار البرامج على أجهزة الآيفون والآيباد والآيبود لنظام التشغيل أو الجيلبريك أو السيديا المتوافقة مع الفيرموير iOS 8.3 وكذلك iOS 8.4. بطبيعة الحال تقوم بتنزيل هذه الأداة سوشيال دي بلاكتور الذي سوف تجدها يعني في السيديا، قم بالبحث عنها، تأكد من اسمها وكذلك السوس اكس اي رول. بعد ذلك وبعد تنزيلها على هاتفك تسجل ايقونتها في الشاشة الرئيسية، تضغط عليها وتقوم بالدخول اليها. طبعا هذه هي واجهة الاداة. من الخيار الاول تختار التطبيق المراد نسخه او اعادة تثبيته بشكل اخر، تختار على سبيل المثال هنا ترجمة، ستختار تطبيق ترجمة. بعد ذلك تختار يعني اذا كنت تريد كوستوم نيم، هنا تكتب على سبيل المثال ترجمة اثنان او اي اسم تريده يعني تي اثنان على سبيل المثال. بعد ذلك تختار من هنا الكوستوم كولر، اذا كنت تريد اختيار لون مختلف للتطبيق ستختار على سبيل المثال اي لون يعني. بعد ذلك تضغط على هذا الزر في الاسفل وتضغط على عليه مرة اخرى للتأكيد وتنتظر قليلا حتى يتم انشاء التطبيق. إذا كما ترى تم إنشاء التطبيق بنجاح. إذا انتقلت إلى الشاشة الرئيسية، الآن ستجد هنا أيقونة الترجمة وستجد كذلك البرنامج الأصلي. إذا كما ترى هذه هي أيقونة البرنامج أو الأداة التي قمنا بتنزيلها، وهذا البرنامج الأصلي وكذلك هذا هو البرنامج المكرر. لأنني اخترت يعني لون مختلف تظهر هنا اللون يعني الذي في الأيقونة بلون مختلف، ولكن إذا لم تختر لون سيظهر باللون الذي قمت أنت بإنشائه. طبعا هذا هو التطبيق الرئيسي، ندخل ونخرج وكذلك هذا تطبيق اخر. يمكنك تكرار اي برنامج تريده سواء كان فيسبوك انستغرام فايبر اي برنامج، شرط ان يكون المساحه تكفي في جهازك. فاذا واجهت ايقونه الفيلير او ان لم يتم انشاء التطبيق او لم ينجح في انشاء التطبيق، فتاكد ان المساحه التي في هاتفك لا تكفي، او يعني قم بالتحايل عليه يعني مثل اغلاق الهاتف وفتحه مره اخرى او تنظيف الهاتف، او يعني قم باستعمال برنامج اي كلينر او ايقاف الواي فاي، او قم باغلاق السيديا وبعض التطبيقات الاخرى. يعني قم بالابداع قليلا حتى يتمكن من انشاء التطبيق. والسبب الرئيسي كما قلت لكم هو قلة المساحة في هاتفك. اذا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، اتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم. رجاء ان اعجبتك هذه الحلقة لا تنسى الضغط على زر لايك لصفحتنا على الفيسبوك وكذلك سبسكرايب في القناة على اليوتيوب. يوجد حلقات يومية في كافة المجالات التقنية كما ترى هنا، اخبار انترنت ومقالات وبرامج للحاسوب والويندوز وكذلك ابل وفيسبوك، يعني كل المجالات التي تحتاجها فقط على thtreevw.com. لا تنسى متابعتي، الى اللقاء.